شنو هالفقرات اللي انت تشوفها كانت ظالمه بالنظام الداخلي؟ فقره الشهاده، زواجيه المناصب، سريعا اريد تصريح من عندك حول هذا الموضوع. والله هي يعني كثيره. اول شيء التثنيات يعني استمرت رجعت من جديد. اوكي يعني نعم. رجعت من جديد وشكل اصعب. نعم. يعني يجب ان يتطابق ويا النظام الماشي بالعراق حاليا. نظام الاتحادات يجب ان يكون تناغم بين هذا النظام اللي وضعوه في نعم. في مجال الشهادات وفي مجال العمر. يعني وجدوا عمر لأمين السر 70 يعني ما موجود هذا بالقانون. إضافة نعم. للشهادات هذا ما موجود للقانون. ازدواجية المناصب موجود بس بلس الرئيس بكالوريوس. نعم. الباقي يعني إعدادية بالنظام الأساسي. مسألة الجناح يجب أن يكون متهم يلا يمنع. مو مجرد يعني محكوم اشتباه. يلا يمنع. مو أي مجرد نعم. اتهام بهذا الجانب. أيضا مسألة تضارب المصالح، هناك تفسيرات كثيرة لتضارب المصالح. تضارب المصالح يعني مو أي واحد يعني هذا قانون موجود من زمان بالاجتماعات تضارب المصالح، لكن من يكون بالاتحاد ذاك الوقت ممكن أن يطلع من النادي نعم. مالته. سابقا أنا سويتها من صرت بالاتحاد طلعت من نادي نعم. الطلبة اللي مع العلم ما كانت في هذا النظام مال التضارب. هاي شيء يعني متداول عليه ومعروف. طيب. فأيضا أشوف في بعض التهميش وبعض الإقصاء يجب أن يتجاوزوه بهذا الجانب. نعم. ونتمنى إحنا شنو نريد الإصلاح. الإصلاح يجب أن يكون للجميع، لأنه أكيد. هناك يجب أن لا يكون هناك تدخل حكومي في الانتخابات. نعم. والانتخابات تكون هي من صلاحية الهيئة العامة وتتناغم مع نظام الدولة العراقي وتتناغم مع الأنظمة الأساسية اللي وضعها.